أهلين أمير بيك. مرحبا ليلى، طمنيني عنك. جبتي الأوراق معك؟ أي معي، إلا تجيبهم. تمام، أنا بتصل فيكي وبخبرك إمتى وين رح نلتقي. ماشي أمير بيك، ما فيني أعملها أبدا. شو يعني ما بتقدري ليلى؟ ما بتقدر عم تقول؟ إلا بلا جنان، مو وقتها. أمير بيك أنا بعتذر منك، أنا فهمت شو هو وضعك، بس أنا فكرت وحسيت حالي رح خون ريهام بهالشي اللي عم أعمله. ركزي معي ليلى، أنت ما عم تخوني ريهام بنوب، عم تنقذي حياتي إذا جبتيهم. أمير بيك لا تصر علي، لو سمحت ما رح أقدر أعملها لو سمحت. ليك هلا يمكن تكون مشكلتك مع جان بيك ما بتهمك كتير، بس فكرة إني أعمل شي زعل أختي ريهام هاي لحالها ما بقدر أعملها، مستحيل أعملها. لا تشغل بالك، ما رح أعطي الأوراق لريهام. وأنت حاول تحكي مع جان بيك بأسرع وقت ممكن لو سمحت، أنتوا إخوات أمير بيك. إذا حكيت مع جان بيك وشرحت كل شيء، أنا متأكدة رح تنتهي هالمشكلة اللي بيناتكم. القصة مو سهلة، ما بقدر أبداً. بالعكس سهلة أمير بيك. صدقني الكذب هو الشغلة الصعبة، من وراء هالكذبات ريهام تركت الشغل. لحظة، ريهام تركت الشغل؟ إيه. أمير بيك، أنت شخص طول عمرك واضح وما بتحب الكذب والألعاب أبداً، أنت شخص كتير منيح. لو سمحت تذكر هالشي واحكي مع جان بيك بأسرع وقت لو سمحت. ليلى يلا في اجتماع تاعي. تمام تمام يلا جايتكم. مضطرة اروح على الاجتماع، يلا بشوفك. شو صار؟ تتذكر انا شو قلت لك امير؟ قلت لك ليلى عم تلهيك بالوقت، وكمان حكي طلع هو المزبوط هالمرة. بكفي ألينا. ليش ما معي حق؟ قلت لي ضعيفة تجاهي وبتعمل مثل ما بدي، وطلع كله كذب. وليك خزلتك. لك ألين بكفي خلاص. شو خلص؟ شو هاي خلص أمير؟ ليك البنت مو تخلت عنك، اللي بقى شو هالحب؟ عملت هيك لأنه بتموت فيني، يمكن بدي ياني امشي على الطريق الصح. شو هالحكي اللي بلا طعمه أمير؟ اللي طريق شو؟ الطريق الصح انك تحكي كل شيء لجان؟ يبدو هيك. حطي حالك محلي بدل ما تفكري بحالك بس، وراح تفهمي. أمير بلا هالحكي مشان الله. رح روح وأحكي لجان ورح أرتاح من كل هالحمل هاد. تمام؟ لك يا أمير بلا جنان، اصحى بقى. لك هي ريهام تركته للشغل، وجان بعد فترة بيحمل حاله وبيسافر، ورح تضل الشركة إلك لحالك، فانسالي ليلى الهبلة وركز معي. شو هالحكي هاد؟ شو هاد اللي عم تقولي؟ لا تتدخلي. إيه؟ أنا ما رح طبختي. جاستين شاي. ليكون أهل الحي. اسمعوني، مرحبا بكل أهل الحي الموجودين. أنا سابقا مظفر وحاليا مساعد رئيسة الحي. اجيت هلا اسمع مشاكل الكل ومشان نشوف كيف بدنا نلاقي حلول. أنا جاي ومعي استطلال الرأي. أهلين إياد. أوه أهلين مظفر، بدك تسمع مشاكلنا؟ تفضل تفضل، مشان نعالج مشاكلنا. تفضل سيارات لازم نخلصها. يا جماعة طولوا بالكم شوي، لك أنا رح سجل كل مشاكل. اللي شو مشكلتك؟ يا ربي يا إياد. شو سويت يا ربي؟ جان بيك تعي بعدين ليلى. جان بيك في معي شي لازم تشوفه. لما ريهام راحت على بيتك كانت جايبة معها ملف بس طلع فاضي. هاي الوراق اللي كان لازم تكون جوات الملف، وقعتهم ريهام بالبيت وأنا لقيتهم، عطيتها إياهم بس حملت حالها وراحت. هو وألين شراكة من البداية. ريهام كان بدها اياك تعرف كل شيء، بس حضرتك ما سمعتها، لهيك بطلت تفرجيك ياهن. ولسه بده ياني سامحه لهالواطي؟ جان بيك، جان بيك هو أمير بيك بصراحة.
من الصبح عم نحكي بنفس الموضوع، رح روح. أمير بلا جنان، عم تتصرف مثل الأولاد، اهدى وخلينا نفكر سوا ونحكي ورح نقدر نحل كل شيء، صدقني. بشو رح نحكي ألين؟ ها؟ عن الكذب تبعنا وعن البلاوي اللي عملناها من ورا جان شو؟ تمام، بس القصة ما لها المشكلة الكبيرة، يمكن حطينا بمواقف صعبة أمير، بس مثل العادة رح نكون قوايا ونرجع نظبط كل الوضع مثل ما كان قبل، رح نتجاوز كل شيء مع بعض. المشاكل هي بتخص ناس، هدول ناس عندهم مشاعر. خلص لهون وبس. لك يا أمير. بعد يا ألين، تركيني. أمير استنى، منعطي حالنا فرصة تانية أنا وياك. خلص ألين، هالمرة خلص. أمير. أمير شو هاد؟ شو هاد العقد؟ مكتوب هون انك متشارك مع ألين أمير، شو هاد؟ أخي فيني فهمك؟ جان لحظة، انت شو بدك تفهمني؟ شو رح تفهمني؟ بدك تفهمني كيف خنتني أمير؟ طيب إنساني مو مشكلة، أنا بدك تفهمني كيف خنت بابا، شو بدك تقلي؟ شو رح تفهمني أنت؟ ولا بدك تفهمني شو عم تعملوا؟ وكيف صرت شريك أنت وهي المرأة التافهة المريضة نفسياً يلي كل همها المصاري وضحكت علينا أنا وأبي؟ شو بدك تفهمني؟ بدك تفهمني كيف استغليتوا ناس أبرياب وساختكم أنتوا الاثنين؟ أخي الله خليك اسمعني. تعال تعال أقول لك. قرب قرب قرب. من هلأ ما عندي أخ اسمه أمير. جان اسمعني لحظة، خليني اشرح لك. اصحك تخليني اشوف وشك، انقلع. أنت كنت واثق بليلى، بس ليك كيف راحت خبرت جان بأول فرصة صحت لها؟ يعني بدل ما تنقذنا راحت وخبرته؟ ما بعرف، فيني أفهم ليش ما بدها تعطيني إياه، بس ليش خبرت جان؟ اسمع أمير، بعد اللي صار مالنا حدا غير بعضنا هلأ، بقينا بس أنا وياك لحالنا، أنا ما بوثق بحدا غيرك ولازم بس توثق فيني أنا هلأ.